الحرارة الانخفاض المفاجئ في ضغط الدم عند القيام بحركات مفاجئة. نقلنا الغرفة الصفية من المدرسة إلى خيمة التضامن مع الأسرى كتعبير منا تضامني اتجاه الأسرى، عسى الله أنه يفرج كربهم ويحقق مطالبهم المشروعة ويفرج عنهم في القريب العاجل إن شاء الله. جاءت فكرة المحاضرة تجسيدا للاشتباك المجتمعي والنضالي والوطني مع قضايا أمتنا. القضية المركزية الآن هي قضية إضراب الأسرى والمخاطر المحيطة بهم. تم الترتيب لهذه الفكرة على عجل، على استعجال، وأحب أن يكون لنا بصمة في هذا الموضوع. أنا أسير سابق وجربت الإضراب على الطعام لمدة 13 يوم. الكلام اللي تم الحديث عنه أخذ من مصادر علمية وأيضا من تجاربنا الشخصية في هذا الموضوع. طلابنا أصروا على اختتام هذه الفعالية بأنشودة أو باحتفالية رمزية للأسرة. يعني أنا أدعو جميع من لدي أي أفكار إبداعية خلاقة أن يأتي بها إلى الميدان. إحنا جينا هون يعني عشان ندعم أسرانا ونقولهم إن إحنا معكم وبندعمكم وإحنا وراكم، عشان نوصل رسالة للعالم أجمع إنه الشعب الفلسطيني مستحيل إنه يعيش بذل، وإحنا بدنا كرامتنا ترجع لنا من الأول ويرجع أسرانا ويرجع كل أسير لأهله سالم.